Radio. مساء الخير، مرحبا بحضراتكم معنا في الحياة اليوم. بداية الأسبوع، عدد كبير من الأخبار اللي هنتابعها مع حضراتكم في مقدمتها طبعا متابعتنا لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، وبعدين النهاردة طبعا بنتكلم على اللي حصل في المجر وعودة الرئيس يعني بسلامة الله لأرض الوطن. احنا معنا على التليفون نتجه مباشرة للمجر، سفيرنا من هناك سيادة السفير محمود المغربي. برحب بحضرتك معنا معالي السفير. اهلا وسهلا بحضرتك معالي السفير. لو نقول ملخص سريع او انطباع حضرتك عن زياره الرئيس للمجر والنتائج اللي خرجنا منها، سواء على الناحيه السياسيه او طبعا من الناحيه الاقتصاديه. وفي الواقع الزياره كانت زياره ناجحه تماما، حيث اولى المجر تماما متقدما بزياره السيد الرئيس، وطبعا ده عن ادراك من المجر بالمغزى السياسي الذي تمثله الزيارة. فطبعا مصر أكبر دولة محورية في المنطقة ولها دور رئيسي في قضايا الشرق الأوسط، فهذا مكن القيادة السياسية المجرية من التعرف بوضوح من السيد الرئيس عن الأوضاع في المنطقة وتقديراتنا للموقف، وبالتالي هم مهتمين لاحتمالية امتداد هذه الأوضاع لتؤثر بالتالي على المحيط الأوروبي. لو حضرتك عايز تتكلم على الصعيد السياسي، طبعا المباحثات الموسعه واللقاء الثنائي نتج عنه في النهايه بيان سياسي مشترك وقع من السيد الرئيس ورئيس وزراء المجر، تضمن ابعاد كثيره جدا من اوجه التعاون. في الجزء السياسي كان هناك تاكيد مجري على مسانده مصر في مكافحتها للارهاب، وطبعا على مسانده مصر ايضا لمواقفها داخل الاتحاد الاوروبي، وعلى تنمية الحوار الأورو متوسطي اللي هو يعني في إطار تعاون ثلاثي يعني. تمام، بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمود المغربي سفيرنا بالمجر. دلوقتي مع حضراتكم نتجه لبيان عاجل من الأجهزة الأمنية بخصوص الوضع الأمني في البلاد. بطلع على الداتا الإخواني الإسلامي منتصف فبراير 2015 الاخوان الاسلام جمعه قال لي ان هو عنده سلاح في مكان غير مؤمن، عاوز ينقله في مكان مؤمن، فنقلناه في بيتي القديم اللي موجود في عزبه العسيري في صفه اللبن. امن علي تواصل معايا تاني وطلب مني ان انا اكون له مجموعه تشتغل في الاختراق الالكتروني. اسلام طلب مني لما قعدت معاه ان انا ابدا اعمل له برامج استخدمها في مجال الاختراق والتجسس الالكتروني. اذن هو مخطط شامل اعدته جماعه الاخوان الارهابيه مع التنظيم الدولي للاخوان بغيه اختطاف الدوله المصريه وزعزعه استقرارها واركانها والقضاء على مؤسسات الدولة الوطنية بشكل كامل وخلق مؤسسات موازية لتحقيق مآرب الجماعة الإرهابية في طمس هوية الدولة والسيطرة عليها. ذلك المخطط الشيطاني الذي كشفت الأجهزة الأمنية مؤخرا النقاب عنه. القصة تعود للعام 2012 إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين عملت الجماعة على تدريب عناصر تابعة لها بالخارج على الاختراق الإلكتروني وجمع معلومات استخباراتية من خلال خلية بدأ القيادي الإخواني خيرت الشاطر في إدارتها مع أعضاء التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان بالخارج وجهات أجنبية. عرض علي الإخواني أحمد صابر نبيل أن أنا أقابله وأروح في مكتب الإخواني خيرة الشاطر، وقابلنا هناك الإخوان محمد الرسول والإخواني علاء عبد الحافظ، طلبوا مني أشوف الكورسات اللي أنا محتاجها في مجال البرمجة عشان يدربوني عليها ومجال السيكوريتي، فأنا طلبت شوية كورسات مجال السيكوريتي عشان أتدرب عليها. كنت بتعرف على الإخواني محمد الرسول في مقر الحرية والعدالة بالمنيب،
كان في ساعتها دورة للتصوير مخصصها لإخواني هاشم أمين، وساعتها قام بالسول بأخذي إلى مقر البشمهندس خيرت الشاطر في مدينة نصر، وكان معايا الإخواني إبراهيم الشعراوي. قعدنا ساعتها مع الإخواني علاء عبد الحافظ، وتم الاتفاق على ان هيكون في فريق هاكر لاختراق التيارات الثوريه ومراقبه ارائهم السياسيه. اتعرفت على قائد اخواني اسمه ايمن علي، هو كان دكتور بالجامعه كليه علوم. تعرفت عليه في 2012، هو طلب مني ان انا قال لي ان محمود حسين مسؤول الامين العام بجامعه الاخوان عايز ناس تتدرب على الاختراق الإلكتروني. إذن كان القيادي الإخواني أيمن علي همزة الوصل بين أعضاء التنظيم من الجماعة بالداخل والجهات الأجنبية تحت إشراف خيرت الشاطر. في 2013 كانت شبكة رصد عاملة رحلة، فأنا كنت تعرفت على الإخواني إبراهيم الشعراوي، ده قريب مراتي، تعرفت عليه، هو مبرمج، فعرضت عليه إن هو يجي معنا رحلة وعرفه على الإخوان هناك وناس مبرمجين ويبدأ إن هو يتواصل معهم. هو وافق وجي نروح في 2013. بعد كده هو رحنا قابلنا صالح وقابلنا فراس، هو تواصل معهم وبدأوا إنهم يشتغلوا مع بعض. رجعنا عن طريق بدأ إنهم يدربوا على الاختراق الإلكتروني عن طريق الميلاد. سير الأحداث يكشف أن أعداء مصر من جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي لها عملوا على تجنيد بعض من قيادات الجماعة لتحقيق مآربهم إبان فترة حكم مرسي في السيطرة على مفاصل الدولة وتتبع مؤسسات الدولة ومراقبة الحركات الثورية، بعد أن ظهر للشعب جليا نيات تلك الجماعة في تغيير هوية الدولة. مخطط ما لبث أن اتخذ منحا عدائي في أعقاب ثورة 30 يونيو، فتحول وحسبما كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، وبخاصة رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلاميون، عن طريق تتبع صفحاتهم ومواقعهم ثم استهدافهم. بعد كده بدأت أنا أطور السيستم من نفسي وأطور فيه بشكل ذاتي لحد ما عملت أول إصدار منه في نهايات 2013. بعد ما عملت أول إصدارة عرضتها على إسلام بعدها في بداية 2014 عرفني على الإخواني أيمن علي. قابلت أيمن علي 3 مرات واديته النسخ من البرنامج بتاعي عشان يجربه. كان دوري إن أنا أجرب البرنامج دوت وأشغله وأنشر الفيروس بتاعه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صورة على الرسائل الخاصة، ومجرد ما المستخدم يفتح الصورة هيتم السيطرة على جهازه بالكامل وأكاونتاته. قمت باختراق بعض المدنيين وأحد العسكريين، وكان بيطلع على الداتا الإخواني إسلام جمعة. هنا بدأت تنشط المكاتبات والمراسلات بين أعضاء الخلية الإرهابية في الداخل والخارج، مراسلات مشفرة وبدرجة عالية من التقنية تدرب عليها أعضاء التنظيم. الرسائل المشفرة التي كشفتها الأجهزة الأمنية تضمنت تعليمات واضحة باختراق صفحات ومواقع وزارات ومصالح حيوية. أحمد صابر اشتغل هو وإسلام في مجال الاختراق الإلكتروني، كانوا بيستهدفوا فئات الجيش والشرطة والقضاء بشكل إلكتروني، بيستهدفوا حواسيبهم وحساباتهم على الإنترنت. بدأت علاقتي بالإخواني إسلام جمعة بمعرفتي بيه في شرطة الملكة، وفي أوائل 2015 قال لي إن هو عنده معلومات تخص أحد مؤسسات الدولة، فوصلته بالإخواني دكتور شرف، اللي وصلنا بالإخواني القيادي الإخواني الدكتور علي بطيخ،
اللي اتفقوا مع بعض ان انقلوا المعلومات دي واكون وسيط ما بينهم في نقل المعلومات والفلوس. وصلت المعلومات على فلاشه للاخواني القيادي الاخواني علي بطيخ، ووصلت حوالي 55,000 جنيه للاخواني اسلام جمعه. ايمن علي طلب ان احنا نسافر عشان كان في مواضيع هو عايز يتكلم فيها اكتر. اتكلمت مع اتنين هناك انا ما اعرفهمش، مصريين، عن طريق ايمن علي، ان اوضاع البلد صعبه وان ما عادش في مسافات في البلد وان الناس بتتمسك، وان هو عايز يشتغل عمليات نوعيه على الارض. ف وطلب مني ان انا اطور الفريق. رجعت فكنت على الاختراق الالكتروني، رجعت مصر. واما رجعت مصر هو ايمن علي بعت لي ايميل قال لي ان انا هقابل في رقمين موبايلات، واحد اسمه ابو خالد واحد اسمه برامي. ما قابلتش انا لابو خالد، برامي بس. هو قال لي ان اخد اجر مخزن وابو رامي هيقابلك هيديك حاجه تحطها في المخزن. بعد كده انا رحت قابلت ابو رامي انا وواحد اسمه الشيخ احمد، ده كان سواق معنا. قابلته ابو رامي على طريق حلوان الصحراوي. اما قابلته اداني شويله، رحت المخزن فتحتها لقيت فيها قطع سلاح آلي ورصاص خزن. فبعد كده انا خدت سلاح 4 مرات. كل شيء كان مباحا ومستهدفا لدى الجماعة الإرهابية، فالجماعة ومن خلال إمكانيات أعضائها خططت كذلك لمحاولة إفشال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ. إذن فهم عقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف مقدرات شعب ثار ورفض الخضوع لمؤامرات طمس هويته، استهداف بشتى الطرق. أيمن علي طلب مننا مني من أنا قابلته إن أنا أكون له مجموعات هنا تنقل السلاح ده، فتنقل الحاجات. فما جه موضوع السلاح وطلب إن أنا أكون إن أنا المجموعات أبدأ أكون مجموعات في المحافظات، ناس تنقل السلاح لمجموعات هو عارفها. شهر 4/2015 طلب مني إن أنا أروح أنقل له شنطة سلاح من حلوان للجيزة وأنا نقلتها. منتصف فبراير 2015 لإخواني إسلام جمعة قال لي إن هو عنده سلاح في مكان غير مؤمن، عاوز ينقله في مكان مؤمن، فنقلناه في بيتي القديم اللي موجود في عزبة العسيل في صفة اللبن. وبدأنا نتصرف فيه. خد جزء إسلام جمعة وقال لي أدي جزء للإخواني علي بطيخ والباقي نقلناه عند الإخواني محسن حسين وإسلام والإخواني إسلام يموت. حقائق واعترافات نعرضها بالصوت والصورة بعد استئذان الجهات القضائية المختصة لكشف خيوط هي بعض من كثير في جعبة الأجهزة الأمنية التي نجحت مؤخرا في رصد وإحباط مخطط عناصر التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج، وكشفت غموض رسائلها التي تهدف لزعزعة استقرار وطن وشعب ثار على طغيان رئيس جماعة وجماعة رئيس أرادت محو تاريخ مصر. ولكن هيهات، فالشعب وأجهزته الوطنية لهم بالمرصاد. هو باختصار مخطط لهدم مصر اقتصاديا سياسيا، افشاء لاسرار الدوله، استهداف رموزها زي ما تابعنا من خلال طبعا تصريحات او اعترافات المتهمين، اعترافات تفصيليه الحقيقه بالاسماء بالوقائع بعينها بخطوط سير، مخططات بتحصل، سلاح كان بيتخزن، مواقع الكترونيه كان بيتم اختراقها، اسرار لمؤسسات الدوله كان بيتم افشائها للخارج. هم دول ابناء خيره الشاطر؟ ده سؤالي لسياده اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجي. برحب بحضرتك معنا يا سياده اللواء. مساء الخير استاذ رامي. اهلا وسهلا بحضرتك. هذا مشاهدي الحياه. اهلا وسهلا. القراءه واضحه جدا ان هذا التنظيم كان يعمل منذ وقت طويل، والبيان السابق الذي اعلن القبض على هذا التنظيم اعلن انه تم متابعه هذا التنظيم منذ 2012.
إذن كل ما كان يصدر عن هذا التنظيم من أعمال وإجراءات كانت مرصودة. كذلك الأعمال التي كانت تتسرب كتكليفات فرعية خلال هذه الفترة تم القبض عليها في صورة خلايا في المحافظات. أيوة فهمت. وده اللي خلى الأجهزة الأمنية تصبر على هذا التنظيم لكي تأتي بآخره من أول ما ارتكب من جرائم من اتصال بتنظيمات بأجهزة استخبارات أجنبية وما جاء على أثرها من أعمال تخريب من وانتهاكات للأمن القومي المصري. ده ردا على السؤال اللي بيصار ليه دلوقتي، ليه التوقيت، يعني انه لغاية لما تجتمع كل العناصر او كل الخيوط ويتم التعامل مع كل الخلايا العنقودية. بالتالي انا استقرئ من هذا ان ما تم مع هذا التنظيم هو عمل استخباراتي محكم جدا جدا ان رصد ثم ترك لأي عمل يخرج منه يتم القبض عليه دون إشعار هذا التنظيم بأنه متابع أو مرصود، ثم الوصول إلى شبكة الاتصالات وفيها تم إحكام الاتهام صح بأسلوب سليم، لأن ياما قضايا في هذا الصدد وفي هذه المرحلة لم يحكم فيها الاتهام رغم أن القضية واضحة، إلا أن الاتهام لم يحكم بأدلة واضحة. في هذا الموضوع روعي كل هذه النقاط التي لم تراعى من قبل، وتم إحكام الاتهام حول هذه الجماعات من اتصال بأجهزة استخبارات أجنبية وتمويل خارجي وشبكات عنقودية من الداخل ومن الخارج تعمل في الخفاء إلى أن تم القبض عليهم. وأعتقد أن هذه الاعترافات جاءت نتيجة مواجهات واضحة، يعني ما حدش يقدر يقول هذه الاعترافات بهذه السلاسة إلا إذا كان موجه بإجراءات واضحة وإثباتات واضحة تجعله يتحدث هذا الحديث بهذا الأسلوب. اللي عايز أؤكد عليه أن عمل التنظيم خلال هذه الفترة لم يخضع أو لم يتأثر بوجود قيادات التنظيم في السجون، لذلك ما ننادي به هو سرعة محاكمة هذه العناصر، لأن وجودها بهذا الأسلوب ما زال يشكل نوع من التهديد للأمن القومي، تهديد على مستوى أجهزة الاستخبارات الداعمة لهم، تهديد على مستوى ما يقدمونه من حركة خفية داخل المجتمع، كذلك تهديد على مسار وجودهم ككيان يعطي الثقة لهذه العناصر المجرمة اللي على الأرض. العناصر دي بتشتغل سيادة اللواء من بعد 30/6 ولا الإعداد وبداية استهداف الدولة من قبلها من وقت ما كانوا في الحكم؟ من قبل 30/6، من قبل ما كان لحد اما كانوا في الحكم. ليه بقى؟ زي ما سمعنا ب 2012 زي ما بيقولوا في التقرير. الفكره هي جذب هذه العناصر المجرمه الى داخل الدوله والى مناطق معينه زي سيناء وتحولها الى منطقه فوضى واقتتال داخلي، ثم يعلن تقرير مصيرها على المستوى الدولي بمؤامره مع جهاز الاستخبارات التي يتعاملون معها، ثم تفصل باستفتاء كما فصلت جنوب السودان. ايوه هم يا سياده اللواء برضه بيذكروا اسماء لقيادات اخوان كانوا في مواقع الحكم، يعني كانوا في مؤسسه الرئاسه. ما هم دول اللي ادوا تصريحات بالدخول عبر المنافذ القانونيه كثير من المجرمين، وهم اللي ادوا تاشيرات بالدخول عبر المواني والمطارات للتحركات الخاصه بيهم، مجرمين كتير جدا من حرب العصابات، من اعضاء حرب العصابات المنتشره في العالم. هم ايضا الذين اعطوا افراج رسمي من الرئاسه لالاف من المسجونين المجرمين اللي كانوا موجودين على ذمه قضايا تخص امن الدوله. كل ده كانت جريمه منظمه، كذلك دعم هذا الاسلحه التي كانت تهرب على مرأة ومسمع من النظام وتمر الى سيناء وتخزن وجزء منها يذهب الى حماس وهكذا. إذن القضية كانت واضحة وكنا نتحدث عنها كثيرا، ولكن ما جاء في هذه القضية وما تم ضبطه يحكم الاتهام القانوني ضد هذه العناصر، وإن شاء الله البقية تأتي.
وزي ما كنا بنتابع طبعا من خلال التقرير اللي أزعناه على حضراتكم إن لسه في اعترافات تانية ولسه في أدلة ووقائع ومخططات أخرى هيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. محاولات طبعا أنا بشكرك سيادة اللواء حمدي بخيت على وجود حضرتك معنا. محاولاتهم إن شاء الله يعني لن تؤتي ثمارها ولن تنجح بإذن الله تعالى. تابعنا إن هم كانوا كمان اقتصاديا بيحاولوا إن هم يضربوا مقدرات هذا البلد وشعبه، وكانوا بيتكلموا عن المؤتمر الاقتصادي ومحاولة إفشاله، لكن الحمد لله وإن شاء الله الدولة المصرية باقية ومستمرة وقوية بإذن الله تعالى. وعلى ذكر المؤتمر الاقتصادي والمشروعات والاتفاقيات اللي الدولة بتنجح فيها الحمد لله، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن توقيع 4 عقود استثمارية بتكلفة هتوصل ل 8 مليار يورو أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان معاه طبعا دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لبرلين. وزير الكهرباء قال إن العقود اللي تم توقيعها تكلفتها 8 مليار يورو، وإن العقود الأربعة هم ضمن 21 مذكرة تفاهم تم توقيعها في مؤتمر مارس الاقتصادي اللي عقد في شرم الشيخ. وأضاف برضو وزير الكهرباء إن العقود دي تتضمن إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 14400 ميجا وات بقدرة 4800 ميجا وات للمحطة الواحدة. التكلفة الإجمالية للمحطات 6 مليار يورو. هيكونوا موجودين في محافظة بني سويف وفي البرولس بكفر الشيخ وفي العاصمة الإدارية الجديدة، وبرضو من ضمن العقود هيبقى في إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع ريش تربينات محطات الرياح، والتكلفة الاستثمارية لها 2 مليار يورو. نروح بقى لامتحانات الثانوية العامة. ابتدينا الامتحانات والنهاردة ابتدى امتحان الثانوية العامة للنظام القديم للثانوية. اللي أدوا الامتحانات عددهم 3849 طالب وطالبة. هيبتدي برضو بعد كده طلاب النظام الجديد بكرة إن شاء الله امتحاناتهم، عددهم هيكون 500,000 طالب وطالبة. السبت النهاردة ابتدينا كما هي العادة طبعا عربي ودين. طبعا كما هي العادة الأولياء الأمور بيفضلوا حاطين إيدهم على قلبهم إن ورقة الامتحانات تيجي سهلة، إن ما يكونش فيه مشاكل، وإن الطلبة يعني تخلص على خير. وزير التربية والتعليم من ناحيته طمن الولاد وطمن أولياء الأمور إن جميع أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المقرر اللي تم شرحه بعد ما تم حذف الأجزاء اللي حددها الخبراء. وقال إن الوزارة اتفقت مع وزارة الداخلية على تأمين جميع اللجان، وكمان في محافظة شمال سيناء هتكون عملية التأمين بالتعاون بين الداخلية وبين القوات المسلحة. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع أخبار. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. النهاردة المستشار أحمد الزند وزير العدل قال إنه خلال ساعات قليلة هيتم تعيين دفعة جديدة من القاضيات المصريات، وإن الدفعة دي هتكون الثالثة بعد ما تم تعيين 30 قاضية في الدفعة الأولى وتعيين 12 في الدفعة الثانية 2008. وأضاف وزير العدل خلال مؤتمر القاضيات في الوطن العربي اللي انعقد النهاردة قال إن في خطة هيتم إطلاقها لدعم القاضيات الجدد والحرص على عملهم في كافة التخصصات الجنائية والاقتصادية وغيرها زيها زي يعني القاضي العادي بدون تمييز ما بينهم، وإنه تم إرسال بعثات خارجية لتبادل الخبرات العربية والأجنبية بالدول العربية. نتابع معكم التفاصيل في التقرير اللي جاي. لا تكاد تصل إلى أفق مجال ما حتى تحلق لآفاق أخرى. المرأة العربية التي نزعت غبار القيود المجتمعية ووصلت لدرجات ربما لم يردها لها المجتمع. قامت الوزارة بوضع خطة للتدريب المستمر للقاضيات الجدد في كافة المجالات القضائية والحرص على دعمهن للعمل بكافة التخصصات في جميع المحاكم مثلهن مثل القاضي. وعلى الرغم من أن مقارنة أوضاع النساء التي وصلن لمناصب قيادية في العالم العربي بالدول الأوروبية ستكون مقارنة غير منصفة، إلا أن المحاولات تخطو للأمام.
التحديات التي تواجهها المرأة القاضية في مصر لا تختلف عن التي واجهتها فرنسا نتيجة لموروثات ثقافية وأفكار تقليدية. وحتى إن كانت نسبة تمثيل المرأة الفرنسية تخطت 70%، فإنها لا تصل لمناصب عليا بالقضاء. دخول النساء إلى القضاء، إلى سلك القضاء في لبنان يناهز 50%، خاصة أنه آخر دورتين كان في دخول مثير للاهتمام، واللي هو 80% من النساء كانوا قاضيات دخلوا المباراة، فازوا بالمباراة، مقابل 20% من الرجال. ما زلنا 41 قاضية و 12,000 قاضي، فأكيد نسبة قليلة، لكن في ظل الثمان سنوات اللي احنا موجودين فيها عندنا 5 مستشارات رئيس استئناف. الموروثات الثقافية والتقاليد الرجعية التي حجبت النساء عن وظائف بعينها قد تتحطم أمام إرادة المرأة التي ألقت بكل ذلك خلف ظهرها. أمام المرأة الكثير لتحققه على منصة قضاء، ربما خطت إلى داخل أروقة المؤسسات القضائية معلنة عن نفسها، إلا أن التحديات لا تزال تقف أمام نسبة تمثيلها قضائيا. هالة أنديل، الحياة اليوم. والنهاردة عدد من نقابات المحامين الفرعية بالمحافظات والنقابة العامة بالقاهرة أعلنوا إضرابهم عن العمل ما عدا القضايا المستعجلة وقضايا الحبس وتجديد الحبس. وأكد نقيب المحامين أستاذ سماح عاشور على وجود التزام كبير من المحامين بقرار الإضراب عن العمل المحدد ليه اليوم، احتجاجا على ما سماه تجاوزات وانتهاكات الشرطة ضدهم. وقال إن المحامين بيثبتوا بقرارهم بالإضراب موقف النقابة في محاضر الجلسات. خلونا نشوف تفاصيل إضراب المحامين بشكل جزئي من النهاردة في تقريرنا اللي جاي. أزمة تشتعل من جديد بين المحامين وجهاز الشرطة عقب اعتداء أحد ضباط الشرطة على محام فأدماه، ما دفع نقابة المحامين للدعوة إلى إضراب عام في المحاكم عدا الحالات المستعجلة تعبيرا عن غضبهم. أثبت رسميا في محضر الجلسة الإضراب العام للسادة المحامين تنفيذا لقرار النقابة العامة، وذلك ردا وتنديدا من الاعتداءات الوحشية من الداخلية على السادة المحامين. وسجلت حضوري عن جميع السادة الزملاء، والمحكمة مشكورة تقبلت الدفع والطلب وقرار التأجيل جميع القضايا. ومع دعم بعض المحامين للإضراب رأى آخرون أنه غير ذي كدوى. ده إضراب فاشل يا باشا، إضراب فاشل. المحامين اللي جاية دي محامين فقرة مش لاقي تاكل. أنا النهاردة لما بقى واخد من واحد 200 جنيه ومجيش احضر له قضيته واسيبه، ما اخر النهار هيجي يقفش فيا في مكتبي. اعتقد في تخيلي ان الاضراب حق قانوني، ولكن مش بالشكل ده عشان ما نضرش بمصالح الناس، لان احنا مؤتمنين عليهم. المواطنون من جانبهم لم يخشوا على مصالحهم من الاضراب، متضامنين مع المحامين في اضرابهم من اجل نيل حقوقهم ووقف الانتهاكات ضدهم. انا مش خايفه منه عشان ده حقهم، ولو ما عملوش كده، واحنا بنناشد السيسي عشان كده، لو ما عملوش كده مش هيوصلوا حقهم. اعتداء بعض رجال الشرطه بحق المحامين يخلق أزمة بين الطرفين بين الحين والآخر، واللجوء إلى التصعيد من جانب المحامين لوقف هذه الانتهاكات رغم محاولات وزارة الداخلية للتهدئة وتقديمها اعتذارا، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تمثل حالات فردية. حادثة ليست هي الأولى، فالمحامون يرون في هذه الاعتداءات انتهاكا لهم وإهانة لكرامتهم، فكان الإضراب وسيلة للتعبير عن غضبهم ورفضهم لهذه الاعتداءات. محمد رياض، الحاليوم. وزيرة القوى العاملة دكتورة ناهد عشري أعلنت أن مشروع قانون العمل الجديد بيشدد على عدم الفصل التعسفي باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا، اللي هي الاستمارة 6 يعني عند التحاقه بالعمل. وقالت دكتورة ناهد أنه تحقيقا لمصالح العمال والعدالة الاجتماعية ومعالجة نسبة التضخم وبرضه للحفاظ على حقوق العمال، فالمشروع الجديد استحدث مسألة حساب العلاوة السنوية على الأجر التأميني بدلا من الأجر الأساسي. وقالت الوزيرة برضو أن المشروع ده برضو استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج، ونص المشروع على إنشاء مركز للوساطة والتحكيم هينشأ بواسطة الوزارة وهتكون إحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز. برضو
من ضمن البنود المتعلقة بهذا المشروع هيكون موضوع الإضراب، هينظم بضوابط صارمة وهيتم حظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية. برضو مش هيكون في إضراب في المنشآت الاستراتيجية. وحذر برضو المشروع على أصحاب الأعمال في نفس المراحل اللي بنتكلم فيها إن هم يتخذوا أي إجراءات متعلقة بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة القصوى، وبشرط إنها تكون مؤقتة. نغير بقى الأجواء مع حضراتكم. إحنا يوميا بنتابع طبعا جهود اللي بتبذلها الدولة للتعامل مع الإرهاب من ناحية، ومن ناحية تانية للبناء والتنمية والشغل اللي بيحصل على الأرض. الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عرض أغنية وطنية بعنوان مصر شريان الحياة، بيتم من خلالها عرض مقاطع فيديو كده للجهود اللي بتبذلها كل مؤسسات الدولة في مشروع قناة السويس الجديدة وكل المشروعات القومية العملاقة اللي شغالة عليها الدولة حاليا في خطة التنمية الشاملة. نتابع مع حضراتكم الأغنية. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. نرجع لمتابعة أخبارنا، وخلونا نتجه بشكل مباشر لشرم الشيخ ونتابع اللي بيحصل هناك على الأرض، بحيث طبعا وصول وفود عدد من الدول الإفريقية. بكلم حضراتكم على أكبر تجمع للتكتلات الإفريقية، التجمع اللي هتستضيفه شرم الشيخ، وفرصة مهمة طبعا لمصر في مجال الحضور الإفريقي والاستثمار في القارة السمراء. معانا من هناك زميلنا أحمد غنيم يشوف لنا طبعا الوضع عنده. مساء الخير يا أحمد، قولي الأول أخبار شرم الشيخ ايه، يعني من حيث طبعا التزين والاستعداد لاستقبال المؤتمر ان شاء الله. مرحب بك يا لبنى. بالنسبه لمدينه شرم الشيخ، اولا كالعاده شرم الشيخ في ابهى صوره لها، وهي تستعد بالفعل لكارنفال جديد وهو مؤتمر التكتلات الاقتصاديه، سواء من الاناره سواء من الشوارع وما الى ذلك. بالنسبه لفعاليات المؤتمر، مدينه شرم الشيخ بدات اليوم في استقبال الوفود، او بمعنى اصح يعني كبار المسؤولين والخبراء الدول الاعضاء المشاركه في المؤتمر، حيث من المفترض ان يكون هناك اول اجتماع في فعاليات المؤتمر لهؤلاء الرجال، والذي من شأن هذا الاجتماع مناقشة التقارير الخاصة التي سوف تعرض على رؤساء الدول يوم الأربعاء القادم، والتي تشمل أيضا التقارير. طيب للأسف برضو الصوت ما هوش واصل لنا بشكل كويس، بس هنحاول طبعا نعيد تواصلنا مرة تانية مع زميلنا أحمد غنيم. كان معايا وزير التجارة والصناعة سيد منير فخري عبد النور قبل ساعات من سفره طبعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان بيتكلم على أنه الدولة المصرية بتعول كثيرا على هذا المؤتمر، وأنه يكون في متابعات، يكون في اتفاقيات، الميزان التجاري يكون لصالح مصر طبعا، في ظل أنه إحنا بنرجع للقارة الإفريقية، بنرجع بتواجد اقتصادي وبتواجد سياسي. فمن المهم طبعا ان يكون في شغل بيحصل على الارض، ويمكن القمه الاقتصاديه بنتكلم عليها احنا منتظرين منها الكثير باذن الله. احمد بتهيألي انت جاهز معنا دلوقتي، فلو عندك اي معلومه برضو بخصوص انه في تاكيدات من قبل مثلا رؤساء دول، رؤساء وزراء تاكد وصولهم او تاكد ان هم هيكونوا حاضرين. كما ذكرت لك لبنى، اليوم استقبلنا كبار المسؤولين، حيث من المفترض ان يكون غدا اول اجتماع بالنسبه لفعاليات المؤتمر، والذي من شان هذا الاجتماع مناقشه التقارير التي سوف تعرض على رؤساء الدول يوم الاربعاء القادم، والتي تشمل ايضا مناقشه التقارير الخاصه بالاجتماع الاخير او الاجتماع الثالث على مستوى الوزراء الذي عقد في العاصمه البورنديه، وايضا مناقشه الجوانب الفنيه الخاصه بالاتفاقيه. بعد غد يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع على مستوى وزراء الصناعه والتجاره، والذي من شأنه ايضا مناقشة كافة التفاصيل الخاصة ببنود اتفاقية التجارة الحرة. يوم الاربعاء سيكون هناك او ستختتم الفعاليات بانعقاد رؤساء الدول المؤتمر الختامي، والذي من شأنه هو توقيع اتفاقية التجارة الحرة. هذا بالنسبة لفعاليات المؤتمر، واذ ربما سيكون هناك برنامج ترفيهي لاعضاء الدول المشاركة يوم الخميس والجمعة القادمين. هذا بالنسبة لفعاليات المؤتمر. بالنسبة للتجهيزات داخل القاعة وخارج القاعة، كان هناك اللواء
يعني خالد فودة منذ الصباح في القاعة للوقوف على أتم على الاستعداد بالنسبة لقاعة المؤتمر، وهي بالفعل على أتم استعداد وتجهيزات انتهت هنا الجهات المعنية من هذه التجهيزات بالفعل، وهم الآن يعني على أتم الاستعداد في استقبال الوفود المشاركة والاجتماعات بعد أو غدا إن شاء الله. خارج القاعة هناك تجهيزات أمنية واستنفار أمني بمدينة شرم الشيخ. أولا كان هناك تنسيق بين قوات الأمن وبين القبائل لتأمين المدقات والطرق الجبلية وما إلى ذلك لعدم تسلل أي عناصر إرهابية وما إلى ذلك. بالنسبة لمدخل مدينة شرم الشيخ وأيضا داخل مدينة شرم الشيخ هناك كمائن ثابتة وكمائن متحركة، وهناك أيضا جولات ميدانية منذ الصباح لمدير أمن جنوب سيناء لتفقد قوات الأمن هنا بشرم الشيخ. الأمر الأخير والأمر الأهم هو حركة السياحة. يمكن لبنى كما نعلم جميعا أن حركة السياحة دائما ما تشهد رواجا هنا في مدينة شرم الشيخ في الشتاء، ولكن هناك حركة كبيرة في حركة السياحة إذ ربما تكون أكثر من شهر 3 وشهر 4 يعني مكان هنا المؤتمر الاقتصادي وأيضا مؤتمر القمة العربية، وبالفعل الكل يعني يتوقع إن شاء الله الموسم القادم يكون هناك حركة كبيرة ورواجا كبيرا في حركة السياحة إن شاء الله يا أحمد. إن شاء الله. طبعا أنا بشكرك وخلينا نتابع معاك بكرة بإذن الله تعالى. شكرا زميلنا أحمد غنيم. فاصل ونرجع نتابع مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية. المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد المستشار بهجة الحسامي قال إن بيت الأمة مفتوح للجميع وإن حزب الوفد بيرحب باستقبال أي زائر، وإن استقبال رئيس الوفد للمستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال بكرة إن شاء الله لا يعني بأي حال من الأحوال الانضمام للقائمة اللي بيتم تشكيلها، وقال إن الوفد حسب أمره مش هينضم لأي قائمة من القوائم وفقا لقرار الهيئة العليا للحزب. من ناحية تانية رئيس الحزب كان امبارح في مؤتمر جماهيري بقرية أبو الغيط بالأليوبية قال فيه أن رجال القوات المسلحة والشرطة بمساعدة أهالي سيناء استطاعوا القضاء على 90% من الإرهاب الموجود هناك، وأنه على المواطن اختيار من يمثله في مجلس النواب، وأن الدولة ليست أرضا وشعبا فقط وإنما قانون يجب أن يكون سيفا على الجميع. نتابع مع حضراتكم. جميع أهالي الأليوبية أرحب باسمكم جميعا بالسادة الحضور، أرحب بكبير العائلة الوفدية، أرحب برئيس الوفد، أرحب بالدكتور سيد البدوي، أرحب بضيوفي الكرام من قامات الوفد السادة أعضاء الهيئة العليا، كما أرحب بزملائي المرشحين المحتملين لمجلس مجلس النواب. اسمحوني أنا عايز أقول كلمة مختصرة أوي من القلب. يوم 15/5 كان فيه اجتماع الهيئة الوفدية لاختيار الهيئة العليا للحزب، وكان بسبب ما يشبه زوبعة الفنجان في حزب الوفد أن قام أستاذي المستشار بهاء أبو شقة أمام الجمعية العامة بالكامل الهيئة الوفدية، وفي حركة ومبادرة جريئة وبسبب الأحداث أن عرض أمام الهيئة الوفدية بالكامل هل توافقون على استمرار الدكتور السيد رئيس الحزب الوفد، وكان الاستفتاء الرسمي موافقة بالأغلبية. أنا هنا بعلنها تاني في أبو الغيط في موافقة شعبية في استفتاء شعبي، هل تريدون الدكتور سيد البدوي رئيسا لحزب الوفد؟ هذا هو الاستفتاء الشعبي يا دكتور، هذا هو استفتاء الشعب على استمرارك زعيما للوفد. مرة أخرى هل
باستمرار الدكتور سيد البدوي رئيسا لحزب الوفد وقوفا لو سمحتوا. من يؤيد الدكتور سيد البدوي يؤيده وقوفا. هنيئا لك يا دكتور، هنيئا لك بحب شعبك، هنيئا لك بحب الوفديين. الحقيقه الناس دي مش جايه عشان تسمعنا انا، الناس دي طواقه لسماع زعيم الوفد. فانا هتنحى جانبا وهسيب الساحه كامله لزعيم الوفد يتحدث معاكم حديث من القلب، حديث من القلب. ارجو جميعا ان تسمعوا وتعوا كلمات زعيم الوفد، فليتفضل زعيم الوفد للتحدث الوفديين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لكم حسن الاستقبال ودفء المشاعر وصدقها. اليوم يمر عام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهام منصبه رسميا للبلاد. وقد تولى المشير عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، ومصر تواجه أخطارا وتحديات في ظل ظروف داخلية وإقليمية ودولية لم تشهد لها البلاد مثيلا. تكالب على المصر والمصريين للنيل منهما فئة باغية من أعداء الدين والإنسانية الذين استحلوا دماء إخوانهم. تكالب على مصر دولا تريد إسقاطها وتحويلها إلى دولة فاشلة عاجزة متحاربة أهليا. سبق وأن فعلوها في العراق وفي سوريا وفي ليبيا واليوم في اليمن. ولكن عماهم غيهم عن قراءة التاريخ ومعرفة قدر مصر وقدر شعب مصر خير أجناد الأرض. وأقول لهم كافة إن كانوا لا يعلمون، إنها مصر، مصر التي أهدت الإنسانية الحضارة منذ 7000 عام. إنها مصر التي كانت لموسى قاعدة ومنطلقا، ولعيسى ملجأ وملاذا، وللنبي محمد هدية ونسبا. مصر التي ولد على أرضها هاجر أم العرب فأصبحت مصر أم العرب. إنها مصر تاج العلاء في مفرق الشرق، وستبقى بإذن الله وإرادة شعبها الصامد الأبي وعزيمة شبابها القوي الفتي وقوة جيشها الجسور الذي يقف سدا منيعا في الداخل والخارج أمام أحلام الطغاة ممن يسعون إلى تفتيت المنطقة وتحويلها إلى دويلات صغيرة متحاربة للسيطرة على ثرواتها. إنها مصر التي رد جيشها التاتار والصليبيين عن أمتنا العربية، وسوف يكون جيشها بإذن الله حامي حمى الأمة العربية والمدافع عن سلامتها واستقرار شعوبها ضد التطهر الجدد. إخواني وأخواتي، إن مصر تجتاز موقفا تعثر الآراء فيه وعثرة الرأي ترضي، موقفا يحتاج منا إلى وقفة حزم وعزم نسعى من خلاله إلى توافق وطني واسع كي نكون سندا وظهيرا داعما للدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة والعادلة التي نسعى إليها جميعا. وهذا ما يجب أن يتحققه في الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات النيابية.
وأؤكد لكم جميعا ردا على المتشككين والمشككين، أؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا لإتمام هذا الاستحقاق، وهذا لا يحتاج إلى برهان أو دليل، فلولا قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القوانين المنظمة العملية الانتخابية، وهو طبعا قرار صحيح، لكان لدينا الآن مجلس نواب يمارس عمله. وعموما خلال أشهر قليلة من الآن سيتم بدء العملية الانتخابية، وعلينا جميعا أن نستعد من اليوم لتلك الانتخابات، فمجلس النواب القادم هو أهم وأخطر مجلس نيابي في تاريخ البلاد منذ نشأة الحياة النيابية في مصر، وبالتالي فعلى حضراتكم مسؤولية جسيمة هي حسن اختيار من يمثلكم وينوب عنكم في التشريع والرقابة والمساءلة. فالنائب القادم هو من سيقوم بتحويل نصوص الدستور من كلمات على ورق إلى قوانين وواقع يشعر به المواطن ويلمسه في حياته اليومية. إخواني وأخواتي، دعونا نعود إلى الوراء قليلا. قبل عامين من اليوم تقريبا، تحديدا يوم 26/7، يوم طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها تفويضا من المصريين لمواجهة الإرهاب والعنف، وكانت مصر في هذه الفترة معرضة لخطر كبير يهدد استقرارها وأمن وسلامة شعبها، بل كان من الممكن أن نتعرض إلى ما نراه يحدث حولنا في دول عربية شقيقة. كانت سيناء الحبيبة قد تحولت إلى بؤرة إرهابية خطرة لجأ إليها عصابات إجرامية سمح لهم النظام الإخواني بالدخول إلى أراضينا مسلحين بأسلحة لا تستخدمها إلا الجيوش في المعارك الحربية، وكانت الأنفاق في سيناء ممراً للذخائر والأسلحة. كنا نعلم يوم فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوطن سيدفع من دمه ودم أبنائه شهداء سواء في سيناء أو في باقي محافظات مصر. كنا نعلم أن معركتنا مع الإرهاب ليست هينة ولن تنتهي في بضعة أشهر، وأن هناك ثمنا غاليا سندفعه من دماء أبنائنا فداء لوطننا الغالي. واليوم وبعد مرور عامين أؤكد لكم أن جيش مصر الباسل ورجال الشرطة الأبطال قد استطاعوا بعون من الله وبدعم من أهالي سيناء الأوفياء لوطنهم القضاء على 90% من الإرهاب في سيناء، بعد أن نجحت الدولة في تجفيف منابع الإرهاب من المال والسلاح وهدمت الأنفاق. فتحية إلى رجال القوات المسلحة البواسل وإلى رجال الشرطة الأبطال، تحية إلى شهداء مصر، تحية إكبار وإجلال وتقدير إلى شهداء مصر. نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال شرطة البواسل ورجال جيش الأبطال. تعالي حبيبتي يا سلام.
السيسي ورجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه من المال والسلاح. وهدمنا الأنفاق ولكن يبقى تجفيف منابع الإرهاب مما هو أخطر من المال والسلاح، سواء في سيناء أو في باقي محافظات مصر، ألا وهو العنصر البشري من الشباب صغير السن الذي يقع فريسة للأفكار التكفيرية ودعاوى القصاص. وهذا ليس مسؤولية الأمن وحده، ولكنه يحتاج إلى جهد مشترك من العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي والإعلام المصريين. وأؤكد لكم أنني أشفق على هذا الشباب الذي يسهل خداعه بأفكار لا تستند إلى دليل أو حجة من الدين، فيلقي بنفسه إلى التهلكة في الدنيا والآخرة بعد أن يستحل دماء إخوانه بلا تمييز وبلا أي جريمة ارتكبوها. لم يرحموا أطفالاً أو نساءً أو شيوخاً بقنابل عشوائية التفجير. أقول لهلاء الشباب، تعلموا من أخطاء من سبقوكم، تعلموا من سلسلة المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية وتصحيح الأخطاء، تعلموا من كتبي وكتاباتي وآراء أشخاص من أمثال الدكتور ناجح إبراهيم الذي كان منكم وأدرك بعد 30 عاماً قضاها في السجن أنه كان على خطأ. مصر هي وطنكم الذي احتضنكم أطفالاً وشباباً، وسوف توارون في فراغ. انصفوا آباءكم وأمهاتكم الذين عانوا في تربيتكم وينتظرون ثمرة كفاحهم. أوجه باسمكم التحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي لا يكاد يمر يوم إلا ويتعرض لإساءة من دعاة الفكر المتطرف، وللأسف الشديد أنه في هذه الأيام يتعرض لإساءة أقلام بعض الجهلاء الذي تستهويه الشهرة وشهوة الحديث والكتابة بجهل وبغير علم والتطاول ولو على رموز لها قيمتها وتقديرها وعلى رأسها شيخ الأزهر، والذي أقول له لا تحزن إن الله معك وسر على بركة الله، فأنت محل حب وتقدير واحترام شعب مصر، وسوف ينتصر الأزهر بعلمائه بإذن الله في معركة استنقاذ الإسلام من عبس المتطرفين والتكفيريين من خوارج هذا العصر الذين أساءوا إلى الإسلام الحنيف وأقاموا وانقلبوا على تعاليمه السمحة ورسالة نبيه الكريم. إخواني وأخواتي، إن مقاومة الإرهاب والتطرف لا يجب أن تلهينا أو تنسينا ما نسعى إليه جميعا بعد ثورتين عظيمتين أدهشت الدنيا، وهي بناء مصر الكبرى. والسؤال الذي يشغل بال كل مصري، هل نحن قادرون على ذلك؟ هل يمكن أن يتحقق هذا الحلم الذي حلمنا به جميعا والذي سقط ولا زال يسقط من أجله الشهداء؟ هل نستطيع ذلك؟ الإجابة وبكل الثقة نعم نستطيع، ولكن لا يمكن أن يتحقق ذلك بالأمان أو التمني، وليس بالدعوات أو الإعانات والمساعدات. فمصر دولة كبرى 90 مليون نفس، لن تبنى ولم تتقدم إلا بعقول وسواعد وجهد أبنائها، وهو بعون الله ومشيئته قادرون. إننا نحتاج إلى القدوة
ولقد خرج من بين أبناء هذا الشعب رجل قوي صالح أمين أحبه الله فأودع محبته في قلوب المصريين فأيدوه وفوضوه واختاروه رئيسا للبلاد بما يشبع الإجماع. وأقول وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا في أحد لقاءاتي مع الرئيس، لقاء جماعي يعني، أنا لا ألتقي بالرئيس فرديا ولا يوجد تواصل بيني مباشر بيني وبينه بشكل مباشر، ولكن كان لقاء جماعي. قلت له أن لما أكون في مؤتمر ولاقي الناس نايمة وهادية أبدأ أتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ألاقي الناس فائت وصحيت وتفاعلت مع الكلام. والحقيقة أنا دائما ما يحلو لي أن أتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعيدا عن أي مجاملة، فلم أعتاد أن أجامل رئيسا من قبل، ولكني أحب هذا الرجل في الله، وهو جدير بكل الحر على المستوى الإنساني وعلى المستوى الرسمي. فهو رجل صالح تقي مهذب حي، عندما تجلسون إليه لا تصدقون أن هذا الرئيس كان قائدا ولا زال قائدا قويا من دماثة خلقه ورقة كلامه. فأحب أن أتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظني أنكم جميعا تستمتعون بالحديث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأقول دون تهويل أو تهويل، لقد استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي في عامه الأول أن يحقق ما لم يكن يتوقعه أحد من إنجازات في ظل الظروف التي لم تشهد لها البلاد مثيلاً من قبل، أمنياً، اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً. ومنذ اليوم الأول لولايته كان الله سبحانه وتعالى معنا، وكان التوفيق حليفنا. فعلى المستوى الأمني استعاد المواطن شعوره بالأمن، وتم توجيه ضربات قوية للإرهاب. على المستوى السياسي نجح الرئيس السيسي في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وأعاد مصر مرة أخرى إلى حضن إفريقيا وإلى زعامة الأمة العربية. وقام خلال عام بزيارات ناجحة للعديد من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية وإلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية. واستقبلت مصر العديد من رؤساء وملوك وأمراء الدول. أما على المستوى الاقتصادي فكان المؤتمر الاقتصادي الذي نجح نجاحا لم يتوقعه الجميع من حيث عدد الدول التي شاركت ومستوى تمثيل هذه الدول من رؤساء ورؤساء حكومات وملوك وأمراء. هذه الدول حضرت للاستثمار في مصر، أيضا شركات كبرى حضرت للاستثمار في مصر. هذا المؤتمر أعاد لمصر هيبتها ومكانتها، وأظهر للعالم قدرة المصريين على التنظيم والإعداد الذي ظهر في كم المشروعات المدروسة والتي طرحها وتم طرحها على المستثمرين. أما بالنسبة لمشروع محور قناة السويس، وبعيدا عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع والتي تحتاج إلى تفصيل كبير، إلا أن التحدي الأكبر الذي قدمناه للعالم كي
كيف استطاع المصريون أن ينجزوا مشروعاً أجمعت كل الشركات العالمية أن المدة اللازمة لإنجازه لا يمكن أن تقل عن 3 سنوات، فأنجزناه في عام. هذا هو المعدن المصري، وتلك هي الإرادة المصرية. عندما توضع أمام التحدي فإنها تستطيع تحقيق النجاح. هذا النجاح الذي استطاعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشروع، نجح في أن يخرج من الإنسان المصري ما يجب أن تكون طبيعة فيه، وهو العمل ثم العمل ثم العمل. استطاعها عمال مصر في قناة السويس، ولكن يجب أن يفعلوها في كل موقع إنتاجي وخدمي. وأقول لكم، لن يستطيع الرئيس وحده أن يحقق لنا الرخاء ورغد العيش، ولكن بأيدينا وبعرقنا وبجهدنا نستطيع أن نصنع مستقبل أبنائنا ونبني لهم وطنا يفخرون به وينتهون إليه. إخواني وأخواتي، تعلمنا أن النتائج دائما ما تكون على قدر المقدمات، وعلى هذا أقول أن المقدمات التي نراها الآن والتي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبشر بنتائج عظيمة. من هنا علينا أن نتفائل رغم التحديات والصعاب على كافة المستويات. وختاما، تحية إلى جيش مصر الباسل، تحية إلى رجال الشرطة الأبطال، تحية إلى جيش مصر الباسل، تحية إلى رجال الشرطة الأبطال، تحية إلى قضاة مصر الشجعان الذين لم يسنيهم قتل أو ترويع أو تهديد عن إعمال نصوص القانون وتطبيق أحكامه. حمى الله مصر وحمى شعبها القوي الأبي الصابر، ووقاهما كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.